جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ح ألف، تقول: هل الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا يوم القيامة على أعمالنا الصالحة من فرائض ونوافل أم عن الفرائض فقط؟ الله سبحانه وتعالى يحاسب على أداء الفرائض ويحاسب أيضا على فعل المحرمات والمعاصي، ويسأل كل عامل عن عمله، فإذا قصر في الواجبات فإنه يسأل عن تقصيره في أدائها، أو تركها أو شيئا منها يسأل عن تركه إياها ويحاسب على ذلك. كذلك إذا فعل محرما من المحرمات، أو ظلم أحدا من الناس، يعني اعتدى على أحد في بدنه أو في عرضه أو في ماله، فإنها ترد المظالم إلى أهلها ويحاسب عليها العبد يوم القيامة. الحساب يشمل كل شيء فيه تفريط وفيه إضاعة لحق الله جل وعلا أو لحق المخلوقين، حاسب عليه الإنسان. والحساب قد يكون عسيرا والعياذ بالله، قد يكون يسيرا، ومن نوقش الحساب عذب. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذا الحساب اليسير هو العرض. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالحساب لا بد منه، لكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وأما الكافر وأما العاصي فإنه يحاسب حسابا عسيرا وثقيلا. نعم.